اوه لقيت المفتاح، الله شوف ساعه، اثنيناتهم يصير اتوقع. وشلون اذا احكي؟ والله حرام يا اخي تخرحوني بالقوه ليش؟ هاي مين راح مشي ازقاجتكم بفيديو جديد اللي ملاصقه نفس ما قالت في العنوان. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد من لعبه روبلوكس. هالفترة حابة انشر عن روبلوكس هواي، فلذلك يا اصدقائي راح ننشر عنها اليوم ونلعب ماب ذا دورز. اوكي، لانه يا اصدقائي شفت هواية بالانستا يسولفون على هذا الماب يقولون انه يخوف، فلذلك انا حجربه وياكم اذا صدق راح اخترع او لا. فاحطوا لايكاتكم وشاركوا، ليتس جو خلونا نلعب. اوكي، كون اول شي هو الماب ليش ما محمل اصلا؟ كون يحمل الماب اول شي. اوكي، لانه اكو اشياء هنا منه. طبعا انا جربته شفت مرتين على مود افهم الفكره هي شنو بالضبط، مو ابدي بالفيديو وانا ما فاهمه اي شيء، مثل اطرش بالزفه قاعده افتر بدون ما افهم اي شيء. فلذلك لازم اول شيء افهمه يلا اصوره. فخلونا هسه مثلا ندخل هنا. بس اثنين، اي هاي هو كافيه تمام. ليتس جو خلونا نجرب اذا صدق هذا الماب راح يطلع يخوف. اوكي، انا صراحه متحمسه، متحمس مثلي خليه يحط لايك ويشترك وتعالوا نجرب. طبعا اللي يعرف مابات رعب او مثلا باركور خليه يكتب لهم بالتعليقات على مود اجربهم بالفيديوهات الجايه وحموشي، فلذلك اكتبوا لي بالتعليقات. اوكي هسه دخلنا يا اصدقائي. فاول شيء لازم نلقى المفتاح الموجود هناك، هو دائما موجود هنا، انا دائما القاه هنا. اوكي اخذته، وهسه نفتح الباب. اوكي انا مجربوه، قولوا له تعليقات ايش رايكم بي. شوفوا هسه احنا راح نظل من نفتح الباب، راح نظل نفتح هنا وهناك وهناك، وفجاه راح يطلع لكم وحش، وهذا الوحش كنت تقتلون منه بالخزائن. هذا فهمته والله صراحه، هذا فهمته. اوكي سو خلونا هسه نستمر ونظل نفتح الباب. تقدرون طبعا تلعبون ويا اصدقائكم، هو اكثر شيء 4 اشخاص، تقدرون وحدكم تقدرون ويا ناس، او تقدرون ويا شخص واحد مثل ما هسه انا ويا هالبنيه، فيب يعني تقدرون ويا هواي اشخاص حتى 3. سو خلونا نفتح، ما ادري شو كنت بالضبط اطلع لوحش، هو يطلع لكم عشوائي. فيب بس انا اعرفه انه فجأة من تلقون غرفة فيها كثير خزانات هذا خلاص راح يطلع فيها وحش، او تحسون اكو تغييرات غريبة. بسم الله بسم الله. اوكي انا حاسه انه حيجي، خلونا نغسل. هي والله صح راح يطلع لنا وحش اتوقع. اوه شفتوا، بسم الله الرحمن الرعب ده. المشكله انا ما فاتحه صوت، لانه لما افتح صوت احس الصوت عالي كلش. خلونا نعلي. اوكي طبعا هي كنا ندور على مفتاح يا ستار. تعالوا نفتح هاي الباب ونظل ندور على المفتاح. هي لقيته لو لا بعدها؟ اوكي ويت، وين ممكن نلقى المفتاح؟ راح تظلون تدورون ليه ما تلقون. اوكي ماكو، احس روحي قاعد العب جراني ما ادري ليش. اوكي حابه انشر لكم تجربتي عن جراني بالشوش. اوه ماي جاد لقيت المفتاح. ويت افتح. اوكي خلونا ناخذه. ها البنت اخذته. اوكي عبالي راح اخذ ثالث ساعة احول بي هوبين. اوكي همزين طلع لنا الوحش في البداية على مود نعرف. نايس يما ايش الظلام ذا، والله اكره الظلام. اوكي نفتح. طبعا اكو وحش شفته يصير عنده كثير عيون، هذا كون متبعوله. هو هذا لا تبعوله يما. انه شوفوا طبعا بقى عصارة المزين راسي بكل ثقة عبرناه. اذا تباعوا له هذا يقتلكم حرفيا، فلذاك هم تباعوا للبنت الجيت. اوكي ناس او ماي جاد لحد الان. اوكي طبعا اكو وينه شلون هذا ما احس راح يجي وحش. اوكي اكو وحش صدق يخوف، هيجي يجي فجاه بالظلمه صدق يخوف. هاي يا باب 20 ولا 21 يما وحش كتني؟ بسم الله تعبان ايش فيكم؟ ويت قتلت وات؟ بس ما ادري انا ما قتلت، حاطين باب 20 و21 يعني شلون افتح لكم اياه هذي مثلا؟
يعني شلون ادخل 20 افتر هنا برجع لكم اروح على 21 افتر هنا شلون يعني ويت بتطلع لي وجهه بعدها هيك اخترعت او ماي جاد تراي اجين خلونا نجرب مره ثانيه عندنا وقت اوكي لحد الان حاليا تقريبا من الدقيقه 6 اتوقع سو خلونا هسه نلعب اجين نجرب اذا صدق راح اخترع مره ثانيه حاليا اخترعت بس مو كلش يعني لا يا ما لا ما مو لهالدرجة اوكي دخلت وياي وحده نايس راح اجرب بس اثنين لان اذا هواي ما راح اصير خوف من كثر يعني بقد ما انت وحدك وصرت خوف فراح اجرب ويا هالبنت اوكي بنت ولا ولد ما ادري بالضبط المهم خلونا هسه ندخل اوه دخلت الساعة نايس اوكي الموسيقى عالية اوكي سمع الموسيقى اوكي خلونا ناخذ المفتاح ونبدي مرة ثانية هاي اخر جيم تمام شو وقت ما اموت اموت اوكي فصراحة لحد الان الماب مشوق لانه يا اصدقائي فجأة يطلع لكم الوحش مو بوقت معين فيعني قبل من العب بالمرات ذيك يطول هسه لا بساعة يطلع فجأة لا ما يطلع فجأة هواي يطلع فيب احس الماب كلش ممتاز فلحد الان حبيت وحابة اجرب باركور اوكي سو خلونا هسه نمشي ونشوف شو وقت يطلع لنا الوحش انا اريده يطلع صراحة على مود اخترع شوية اوكي شايفين واحد يريد يخرع نفسه اي هاي اني اوكي احد الان ماكو شيء صنطة يعني ماكو فد هدوء تام اوكي فالباب 9 اوكي لحد الان ماكو شيء الباب 10 خلونا نطلع ما نضالي في ماي 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 والله خفيت لا اطبي ولا والله خايفة تدرون خايفة والله خايفة تعالوا وياي ما ابقى واحدة حبابة تعالي بليز يما يلا يا رب بسم الله الرحمن افتح ليش هيجي ظلمة والله ماي جاد ولا باب والله خايفة باوع الكاميرا يما الباب وين؟ الباب وين؟ غمضوا عيونكم لا تشوفون الباب وين؟ الباب وين؟ يحتاج مفتاح يا اخوان والله خافت شنو هاي؟ الباب وين؟ شنو هاي؟ ليش صار ازرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم اوكي خلي اشرد ويا البنية احسن لي يا معادة شردي او ماي جاد والله يخوف او ماي جاد ليش صار ازرق ليش هيجي يما الباب مفتوح من فتحها والله ما فتح تاني يمكن البنت فتحتها هيا باب 12 شنو باب 12؟ ها اي باب 12 اتوقع او ماي جاد الباب وينها؟ ها صار ازرق هاي باب 13 خرعتوني طلع كل شي ماكو لا 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 شردي نونا شردي راح يطلع لنا وحش صح؟ اسمع صوت بسم الله وش الرعب هذا يا باي او ماي جاد شردي يا بنت شردي بمعنى اهربي ما يعرف شنو معناها شنو بابين بيها مفتاح هذه يا رقم 16 وهاي 17 يعني شلون اجي من نوم الناس شلون والله راح ادوق دخلت اصلا او ماي جاد الماب احس بي او لقيت المفتاح الله شوف ساع هذا يا باب هي هاي مو اثنيناتهم يصير اتوقع قلبي قاعد يدق بساع
الباب هذا يا اخو ليش فتحت الباب اصلا؟ انا ما ادري ذاك يا رقم. اوكي سوري تخلص عني. وشلون دا احكي؟ والله حرام يا اخي تخرحوني بالقوة ليش؟ بسم الله يما يما وخر عني وخر عوبة الهلع يوم يما. يو انا الا اكتر روحي بروحي. وانا ما اقول لكم انا اكتر روحي بروحي حرفيا. هاي الخرعة ذيك يا اخوان ما اتخطى، انا ما اتخطى اليوم ما اتخطى اصلا. راح تبقى البنت وحدها، متخيلين الرعب لو تلعبوها وحدكم؟ رعب مو طبيعي. الموف الصراحة جدي يخوف، بس ما توقعت ممكن يخوف لي درجة صدق 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 يعني بحيث وصيح وكذا، بس هذا خرعني الاخير. توقعت عادي افتح الباب فجأة يطلع الوحش يا اخوان، انه يحطوا لك مؤثرات غريبة تخليك تخاف الجبر، يعني حتى لو ما تخاف انت تخاف فجأة لانه فجأة يطلع في وجهك بساعة يعني. فعن تجربة الموف صدق يخوف، حبيت تقدروا تلعبوا يا اصدقائكم في توالي الليل، اوكي؟ يعني صدق تحسونه يحبس الانفاس، فجأة تفتحون الباب ويطلع لكم وحش، هذا شيء رهيب. فجربوه يا اصدقائكم ضروري، وهمات لازم تقولوا لي في التعليقات اقتراحاتكم عن مابات ثاني لازم اجربه، ولازم تكون رعب، اوكي؟ او حتى باركور، باركور يكون يعني فشي رهيب، مو باركور في السماء هيك، لا مثلا هروب من السجن، شوف شنو عندكم، قولوا بالتعليقات. وبس هذا كل شيء بالفيديو، الصراحة كان ماب رهيب ويخوف. اوي جاد، حرفيا لو تلعبوا وحدكم رعب لا نهائي. اذا لعبتوا وحدكم جربوا الماب اسمه ذا دورز، اكتبوا ذا دورز راح يطلع لكم. فبس حطوا لايكاتكم واشتركوا في القناه. وبس باي، احبكم واشوفكم بالفيديو الجاي.